التحقوا بنا في اللحظة على قناتي سي بي سي بنا وكذلك شروق تي في، مواصلين دائما فقرتنا الخدماتية ودائما إطلالة صغيرة على مطبخ برنامجنا حتى نتعرفوا على الشيف وآخر تحضيرات أطباقنا. وين راهي لاحقة شيف؟ هو دوك الطبق الرئيسي اللي هو قلنا القنين راح نديروا لابان هذا، راح نطيبوه بالزيتون وراح نديروا له بطاطا معاه باسكو على بالكم نعرفوا احنا الزيتون يكون شويه مالح، حتى ما يهمناش يكون حاجه شويه مالحه. شغل البطاطا دي تبصر في شويه الملوحيه هذيك. بصح حنا نعرفوا يعني الزيتون نديروا له زروديه. لا لا لا، زروديه هذيك اللي كي نديروا طاجين زيتون. يعني راح نديروا اليوم القنين، راح نديروا القنين بالزيتون، زيتون حاجه قليله، راح نديروا زوج نواه تاع زيتون، راح نديروا يعني بنفساجي ونديروا هذا لوفار هذا الخضر هذا، علاش الخضر هذا نكونوا غلينا ديجا اون فوا، وهذا راح نخلوه للاخر للتزيين. كاين يحب زيتون يكون هذا ياكل وحده. وحنا زدنا له البطاطا هذه راح نديروها، راح نديروا صوص جون، يعني نديروه بالزعفران، راح يجي مرقه صفراء. وهنايا راح نديروا كما قلنا العصير اللي قلنا عليه، عصير البرتقال. اوكي. عصير البرتقال هذا اللي قلنا عليه، حطي هذه هنايا تشوفي. بس كنا راح نبريباريو فيها هنايا راح نوري لهم باريزون كيفاش يديروا عصير البرتقال ولا عصير الليمون، يعني ميم يقدروا هذا يغارديوه يعني في الكونجيلاتور، يقدر يريح لونغ دوري، يقدروا يعاودوا يستعملوه نورمال يعني يستعملوه كوم ان جو بيان سور. طاو شنو يتحصلوا على اكستري؟ الاكستري راح يتحصلوا على اكستري. الاكستري اللي هو شنو؟ راح نخدموه باللوزاست مع السكر وعصير. والعصير احنا انا اليوم مش راح ندير العصير، راح ندير هذا راح يتبريبارا راح تشرب يعني مباشره، مش راح نكونسيرفيو يعني نخبيوه ولا مي. هذه يعني تدبيره ولا نصيحه لكن واحد يحب يخبيه هذا يحكم لو زاست، نرابيو لو زاست بيان، نديروه في كسرونه هكذا، نزيدوا له السكر بيان سور، في كيف نعطي له المقادير، في حوالي كيلو نديروا واحد 400 غرام نقولوا له تاع سكر، ونديروا العصير تاع لو سيترون ولا تاع لورونج ولا لي دو اللي حبينا. نعصرهم خلوه يتغلى بيان، بعد نحكموه نصفيوه بيان، نحيو هذاك لو زاست هذاك، نصفيوه من لو زاست ونحكموا هذاك الاكستري هذاك اللي كنا تحصلنا عليه، نحطوه في جور سيدي غامكا ولا حاجه، ونحطوه في كونجيلاتور يعني، ونخليوه ولا دون ساشي يعني ساشي تاع بلاستيك ولا، ونخلوه اي وقت نحبوا نستعملوه نجبدوه نستعملوه، نخلطوه مع الماء بيان سور وسكر الاختيار ليهم، اللي يحب يزيد يزيد له. ومن الاول طيب في الحلو، اللي يحب يزيد له الحلاوه يزيد له. اوكي. بصح انايا كيما راح نحضروا احنا نحضروا يعني في حال انه حبوا انه يحتفظوا به مده طويله. وهذاك اللوزاست هذاك نقدروا يستعملوا به من الحلويات لي كيك هكذا، يعني اي نوع من الحلويات يقدروا يستعملوا هذا اللوزاست، سورتو اللي يحبوا بالحلوى بزاف يخبوه ثاني يقدروا يستعملوه في الحلويات. يعني حاجه ما حطر معنا هنايا يعني، وخاصة إذا كان راح وقت الحمضيات ما كانش موسم نتاعها يستغلوها في المواسم، يستغلوها في المواسم نعم، الصيف أو جاي الصيف بيان سور، أو جاي الصيف نحتاجوها بزاف، نحتاجوها في رمضان، في رمضان نعم. ليكستخي هذا يقدروا يستعملوه في أيامات الأولين تاع رمضان قبل رمضان. صح إذا كان حلو لا ما نقدروش نستعملوه في الطياب تاعنا، في الحلا ماشي حاجة حلوة، سافا جو فيديغ حريرة شربة باريزوم لو سيترون هذا؟ نو ما نستعملوش باسكو راه فيه السكر. فوالا أبار إذا كان خليناه طبيعي. عرفوا أنه الحريرة كاين يحبوا يستعملوا كاين نقدروا نستعملوه طبيعي، كي هذا لوزاست هذا قلنا لوزاست مع لو جو نطيبوه مليح ومن بعد نديروا في ساشيات، نديروا في ساشيات ونخبيوه في الكونجيلاتور، ونستعملوه دي كيب هكذا جور دي كيب هكذا، ونستعملوه في كاس ويذوبوا لي غلاسون بيان سور. وهذا لو لابان تاعنا كما قلنا القنين تاع النهار تاع اليوم راح نطيبوه اليوم للمشاهدين. قلنا هذا لابان راح يطيب طياب خفيف، يعني راح نديروه قلنا مع بصل وثوم، قلنا عندنا بطاطا، عندنا زيتون زوج نواع، عندنا قلنا عندنا قصبر، عندنا زيت، عندنا ملح، عندنا راس الحانوت، وعندنا زعفران. واذا حبينا يعني ما نطيبوهاش يعني نديروا بطاطا ونزيدوا زروديه بيسك راح نستعملوا زيتون يعني هي الخضر هي خضر اختياريه فعلا. مي بصح الاحسن هو لا بوم دو تير تكون، باسكو يعني هذا طبق مجرب وبنين، انا يعني كليته وعجبني بزاف. علاش حبيت ان شاء الله وعلاش قلت لك، وهذا لو لافان هذا راح يطيب خفيف، لما من العظم تاعو هو رقيق العظم تاعو، ماهوش يعني عظم عنده دور، يعني قادر يطيب لنا في 15 دقيقه يطيب. احنا باقي لنا ساعه ان شاء الله يوجد مقبل وتحضر يعني ونشوف. دائما نعرفوا انه شاف حسين يحب انه يفنن ولكن دائما الوقت يعني ما يكفيش. لا لا ان شاء الله اليوم يكفيه، الحمد لله دائما يكفي الوقت الحمد لله. وقلنا هذا نقدروا نحمروه ثاني على الاخر، نحمروه نحطوه محمر ثاني يجي بزاف بنين ثاني،
يلا وان شاء الله نروحوا للطريقه التحضير اللي هي سهله. يلا التحيه نتاعنا راح يكون جو دورانج ومام دو سيترون، وراح يكون طبق رئيس عن تاع الارنب. نعم. ورايحين نشوفوا الشكل النهائي في نهايه حلقتنا، وكل الخطوات راح يتبعها اكيد حكيم من وراء العارضه التقنيه تحت الاخراج. نروحوا كذلك الى فقره اخرى دائما تعنى باطلاله المراه من حيث تنسيق يعني اطلالتها، كسوسوا اذا كان يعني لي زاكسسوار اللباس الحقائب، اليوم لها نصيب من خلال فقره الموضه مع ساره تينا. نرحب بك، صباح الخير. صباح الخير سعاد، صباح الخير شاف حسين، صباح الخير سارة، صباح الخير مشاهدينا. كما كل سمانة نجيب لكم حاجة من الاكسسوار تاع النساء ولا من الألبسة. اليوم جبنا ليساك، راح نتعرفوا على تاريخ تاع ليساك، ونروح نعطيكم بعض النصائح لاقتناء الحقائب اليدوية بيان سور، باسكو على بالنا بلي سارة لو ساك سي ان اكسسوار اللي يكمل لو لوك تاع المرأة، هو يديفيني لا بيرسوناليتي تاع المرأة. نروحوا نشوفوا مع بعض هذا الريبورتاج ابوبخي شوية على تاريخ تاع ليساك، انا بعد نولوا نحكوا عليهم. يلا تي ريبورتاج تاع لي ساك ا مان اللي رانا انطوري بهم اليوم. دونك لو ساك ا مان تو كوم لا شوسور بلا عند لي ايجيبسيا، عند المساروه، عند الفراعنه. يعني وانت من خلال تطلعك على الموضه ساره، يعني وين يعني لي ساك اللي راهم تري على مود هذا المره، يعني لي ساك الصغار ولا الكبار؟ دوك شوفي، هي عندنا اون كونسين تاع كاع النساء لازم يكون عندهم ديفيرون تيب دو ساك. وي. فهمتي؟ دونك في الدار لازم كل مرة يكون عندها ان ساك كبير، واحد صغير، يكون عندها اون بوشيت، يكون عندها ان ساك ودو هكذا. انا كاين اربعة لي ساك اللي جو كونساي للمرا تكون عندها في الدار. دونك عندنا هذا لو كرون ساك يرفد كلش، هادو لو كرون ساك نكونسي للمراه اللي تكون كيما انا، تما تحب تدي معها التليفون، المفاتيح، ترفد معها الماكياج، تو سكي سونسوي سكي في يرفد كلش. يقدر مام اون ايتيديون تديه معها وحده تقرا، دير فيها الدوزان، اون مامون تحق دير فيها دوزان تاع بناتها. دونك هاد لو كرون ساك هذا جو لو كونساي الناس اللي عندهم بزاف دوزان يدوهم معاهم. اوكي. وجو لو دي كونساي، جو لو دي كونساي الوحده تكون قصيره في لا مورفولوجي، قصيره في لا تاي، باسكو الى توندونس ا ايكرازي لا تاي. صح. في وحده قصيره وترفد ساك كبير تبان تبان صغيره يعني. اكزاكتومون، تبان قصيره. تبان قصيره. لا لو دوزيام ساك اللي عندي باش جو في فو كونسيي سي هذا، سي لو ساك اودو. هذا لو ساك اودو هذا يرفد ثاني بلان شوز، ثاني جو لو كونسيي الوحده اون ايتيديونت تكون تقرا، يقدر يترفد باليد ولا اودو. سي تري توندونس دوكا، عاود خرجت لها مود تاعهم. صح. ولا كولور ولا ماتيير سي اون فونكسيون دو شوا، اون فونكسيون دو غو تاع المراه. صح. يعني دوكا ما نش نشوفوا انه في تناسق بين نقولوا حنايا الساك ولا لي شوسيور. كما كنا نشوفوا واحد الوقت كنا نشوفوا كي تلبسي ساك حمر لازم ديري صباط حمر، كي تلبسي صباط كحل لازم ساك احمر. مي دوكا نو، دوكا تيك امي كاسي وامي ديروا. صح. يلا ساره راح نعاودوا نرجعوا لك حتى كذلك نشوفوا دائما نتعرفوا على الموضه فيما يخص الحقائب تاع اليد، لكن قبل هذا خلينا نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا. يلا